الرحمن الرحيم. مع حضراتكم مهندس فارس حرب من شرح كورس الأوتوكاد. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أوامر اللايرز وأنهيناها تماما، وخدنا بعد كده البلوكات وإزاي أنقلها وإزاي أشتغل عليها وأغير في شكلها. المرة دي إن شاء الله هنبتدي مجموعة جديدة من الأوامر، وهي الأوامر الخاصة بالكتابة. إزاي أكتب على برنامج الأوتوكاد، وإزاي أظبط الكتابة بتاعتي وأطلعها بالشكل اللي أنا عايزه. مبدئيا كده في برنامج الاوتوكاد احنا عادة اللوح يا اما بيبقى كلها عربي بالكامل يا اما بيبقى كلها انجليزي. طيب ازاي نكتب عربي او ازاي نكتب انجليزي؟ هنتعلم ان شاء الله الكلام ده خلال المحاضرة بتاعة النهاردة. هنبتدي اول حاجة باوامر التكست. ايه هي اوامر التكست؟ اللي هي اوامر الكتابة. عندي هنا حاجتين، مالتي لاين تكست وسنجل تكست. طيب ايه المالتي لاين تكست وايه السنجل تكست واختصاراتهم؟ المالتي لاين تكست اللي هو من هنا اهو، هو اول واحد ده كأنك بتدوس عليه كده، تختار هنا هو مالتي لاين تكست، وكأنك بتفتح مربع كده، بتفتح مربع للكتابة وتبتدي تكتب بالظبط زي برنامج الوورد. تبدأ تكتب اي كلام انت عايزه، هو ليكن اي حاجة، اي كلام انت عايزه اهو مثلا اهو. طيب عايز تعمل اي حاجة، عايز تكبر حجم وتظبط في اي حاجة، بتظلله كده من هنا بتكبر الحجم اهو. عايز اقولك تكبره لي مثلا يبقى 2 بدل ما كان بوينت 1 اهو ده. ومن هنا عايز تغير اللون، عايز تعمل اي حاجة زي الورد بالظبط، وفي النص وفي اليمين وفي الشمال نفس الحكاية. طيب بعد كده بتدوس كلوز. حلو. الامر ده اللي هو المالتي لاين تكست اللي هنا ده اختصاره تي انتر، تي اي انتر، وافتح المستطيل بتاعك وابتدي اكتب. اكتب اي كلام انت عايز تكتبه اهو، وعايز تغير بتظلل وبتغير زي ما انت عايز، وفي الاخر بتدوس كلوز. دي اول طريقة في الكتابة. تاني طريقة في الكتابة اللي هي سنجل تكست او سنجل لاين. ايه سنجل لاين دي؟ اختصارها دي تي انتر، دي تي انتر. وركز في الطريقة دي عشان الطريقة دي الأفضل في الكتابة باللغة العربية. طيب وبعدين بيقول لي specify start point of text. انت عايز تبتدي تكتب منين؟ اختار بالماوس كده تك تك في مكان بداية الكتابة. بيقول لي specify height. يعني ايه height؟ ارتفاع الكتابة. يعني ايه ارتفاع الكتابة؟ بص حضرتك ده حرف الاف وده حرف الاف. طب ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ الفرق ما بين ده وما بين ده هو ارتفاع الكتابة. فهو بيقول لك دخل لي ارتفاع الكتابة. عايز ارتفاع الكتابة كام؟ وليكن هقول له ارتفاع الكتابة 2 مثلا. انتر. بيقول لك specify rotation angle يعني زاوية الكتابة. يعني ايه زاوية الكتابة؟ هل انت عايز تكتب الكلام بتاعك مستقيم كده ولا عايز تكتب بزاوية مايلة؟ والله انا عايز مستقيم كده، يبقى زاوية الكتابة هقول له بصفر. انتر. وبعدين هبتدي اكتب عادي خالص اهو. عايز انزل على السطر اللي تحت بدوس انتر واكتب. عايز انزل السطر اللي تحت ادوس انتر واكتب. طيب عايز تخرج خالص، عايز تمسح، بتمسح عادي بالسهم بتاع المسح في برنامج الوورد عادي خالص. طيب عايز تخرج يا اما تدوس كيب يا اما تدوس مرتين انتر، بتخرج من الامر خالص اهو. وبيعتبر كل سطر من دول كلمه، يعني التك كده احركها كلمه، كل سطر من دول كلمه لوحدها. طيب يبقى تاني عندي تي انتر، وافتح كده واكتب اي حاجة انا عايزها، وفي الاخر بدوس كلوز او دي تي انتر، وحدد نقطة بداية الكتابة، وبعد كده ارتفاع الكتابة، وبعدين زاوية الكتابة، واكتب عايز انزل على السطر اللي تحت ادوس انتر، عايز اخرج مرتين انتر. طب تمام الكلام ده سهل وحلو. كتابة انجليزي على برنامج الاوتوكاد يعني كلام صغير خالص، موضوع بسيط قوي. انما ايه المشكلة بقى؟ المشكلة في الكتابة بالعربي. ازاي اكتب عربي على برنامج الاوتوكاد؟ واحد يقول لي والله سهله، هاجي من هنا كده ام غير لغه الجهاز اخليها عربي، او ادوس الت وشيفت اهو، ادوس الت وشيفت كده بيحول من انجليزي لعربي. وادي امر الكتابه اهو اهو، واكتب ارتفاع الكتابه وزاويه الكتابه واغير اللغه اخليها عربي واكتب اهو. طيب مبدئيا كده عشان تبقى عارف اي حاجه عايز تكتبها مثلا اهو، عايز اكتب اسمي ده باظ مش مكتوب عدل، لا ده مكتوب عدل، لا ده بص انت لو دخلت زوم هتحس لا ده باظ، لا ده مكتوب عدل. بص معايا بقى الكتابة كده غلط تماما. ليه؟ اولا انت لما بتعمل زوم بتبوظ منك، دي نقطة.
تاني نقطة، انت البرنامج مش فاهم ايه الكلام اللي مكتوب عنده ده، البرمجة بتاعت برنامج الاوتوكاد ما فيهاش عربي، فانت لما بتكتب كده هو مش فاهم، انت هتحس ان هو شوية بيبوظ شوية مظبوط، ممكن مرة يكتب معاك ممكن مرة ما يكتبش، الاكيد لما تيجي تطبع هيطلع لك علامات استفهام كده، يعني ايه ما فهمش ايه الكلام ده فمعرفش يطبع. فأكبر غلطة ممكن تعملها في البرنامج ده إنك تغير اللغة تخليها عربي وتكتب وتتخيل إن أنت بتكتب صح. بعد ما تخلص شغلك كله تكتشف إن كل حاجة غلط وترجع تعيد من الأول لما تيجي تطبع. أمال المفروض أعمل إيه؟ تمسح بس الكلام ده الأول عشان دي إيه؟ غلطة مش عايزين نتعرض ليها خالص. لغة الجهاز إنجليزي ما بتتغيرش نهائي، أول ما تفتح البرنامج لحد ما تقفل البرنامج ما بنغيرش لغة الجهاز خالص. طب تمام، امال ايه يا باشمهندس اللي احنا بنعمله؟ بص يا هندسه، هما لما لقوا المشكله ان العربي مش موجود، ففي ناس بدات ايه تقول لك طب ايه المشكله ان انا اعمل خطوط عربي واضيفها على البرنامج؟ هو ايه السبب ان هو بيكتبش عربي؟ انه ما عندوش من ضمن الخطوط بتاعته خطوط عربي. ففي مبرمجين عملوا خطوط باللغه العربيه وبدانا نضيفها على البرنامج. هتلاقيني مدي لحضرتك في المحاضره بتاعت النهارده اوتوكاد فونتس دي كلها خطوط. طب ازاي ادخلها على البرنامج؟ هتختارها كلها كده اهي كنترول و ايه، او تختار الخطوط كلها كده بايدك. طيب ودوس كنترول و سي كوبي، او كليك يمين كوبي، وتعالى هنا كده صغر الكلام ده، تعالى على علامة الاوتوكاد دوس كليك يمين وقول له اوبن فايل لوكيشن، افتح لي اللوكيشن بتاع الاوتوكاد، وكبر كده وتعالى هنا على فونتس اهي، وحط الخطوط بتاعتك هنا كليك يمين بس او كنترول وفي. طبعا انا ضايفهم قبل كده فخلاص اقول له سكيب، انت بقى ايه هينزلوا لك على طول، وتقفل البرنامج وتفتحه تاني، او تعمل الموضوع ده والبرنامج مقفول خالص. حلو، ضفت الخطوط. طب خلاص كده هيكتب عربي؟ لا، ما هو بص بقى، انت لازم تمسك برضو، انت كده خلاص ضفت الخطوط على البرنامج. انا عايز اعمل نظام للكتابة. يعني ايه نظام للكتابة؟ عايز اخلي البرنامج يكتب عربي ويكتب انجليزي، يكتب عربي يكتب انجليزي. ازاي يتحكم في انظمة الكتابة؟ عن طريق امر اسمه تكست ستايل. اسمه ايه؟ تكست ستايل، واحفظ الاسم ده عشان هحتاجه اكتر من حاجة قدام. تكست ستايل. طيب يا باشمهندس التكست ستايل ده اختصاره اول حرفين من دول اس تي انتر. بص معايا، اس تي انتر، فتح لي التكست ستايل اهو. قال لك انا النظام الحالي عندي اللي هو الستاندرد. ايه الستاندرد ده؟ قال لك ده النظام شكل الكتابه كده، ونوع الخط اهو. حابب تغير نوع الخط؟ انا ممكن اغير نوع الخط انجليزي برضو، بس في انواع كتير من الخط، اشكال اديك شايف اهو الاشكال، كل دي انجليزي اهي، كل في حاجات كتير قوي انجليزي، بس ايه الشكل الكتابة نفسه مختلف طبعا. وليكن الشكل ده حلو نسيبه، نوع الخط ده حلو نسيبه. طب تمام، طيب خلاص انت غيرت نوع الخط كده بس لسه انجليزي، لو دوست ابلاي كلوز هتلاقي التغيير حصل هنا اهو، الشكل بتاعه متغير اهو. طب ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ انا كل اللي انا عملته ارجع تاني اس تي انتر، ان انا غيرت نوع الخط بتاع النظام الحالي الستاندرد وخليته انجليزي زي ما هو. طب يا عم انا عايز اعمل واحد جديد بقى عربي، يعني انا مش عايز اعدل على النظام ده، انا عايز اعمل نظام جديد عربي. هتدوس من هنا نيو، نظام جديد خالص. طب النظام الجديد ده انت عايز من هنا هتسميه ايه؟ سميه باي اسم اهو، وليكن عربي اهو، وتيجي من هنا تدوس اوكي. طيب كده انا عملت نظام سميته عربي، بس هل هو دلوقتي بيكتب عربي؟ لا، لسه بيكتب انجليزي. طب ازاي اخليه يكتب عربي؟ تعالى هنا بقى واختار الخط العربي. طب فين بقى الخط العربي من وسط ده كله؟ خط العربي اسمه اكس اراب، ممكن تدوس حرف الاكس كده يجولك على طول. طب ما في اكتر من واحد يا باشمهندس اسمه اكس اراب، اختار انهي في دول اللي من غير شرط؟ بص عايز تريح نفسك، انهي واحد في دول اللي يديك حرف الشين على طول؟ شايف حرف الشين هنا؟ طب بص بص، لو جينا مثلا اخترنا ده، لا ده بيكتب عربي بس متشقلب، انما انهي العربي المظبوط اهو اللي يديك شين بالمنظر ده، حته من شين كده ظاهره، ده كده العربي المظبوط بتاعنا اللي بيكتب عدل. طب ده ماشي، وانت عندك اكتر من واحد مفيش مشكله، يعني الخطوط اللي انت ضايفها فيها اكتر من حاجه بتكتب عربي، المهم ان انت تعرف ان هو مظبوط منين،
تلاقي حرف الشين ده حتة منه ظاهرة كده، يبقى هو ده العربي بتاعنا. يبقى انا عندي دلوقتي حاليا نظامين، نظام اسمه عربي ده اللي بيكتب ايه العربي، ونظام الستاندرد بيكتب انجليزي. اهو دوس ابلاي، اهو ده كده انجليزي وده عربي. طب ايه ده؟ ده الاصل، ده الاولاني خالص اللي من غير اي تعديل، اللي ما فيهوش اي تعديل لا في نوع الفونت ولا في اي حاجه. اصل انا في الانجليزي هنا معدل في الفونت، مش الفونت الطبيعي بتاع البرنامج، انا غيرت واخترت فونت جديد تاني. اما ده الاولاني خالص اللي ما فيهوش اي تعديل، هو نوع الفونت العادي خالص. طيب تمام، يبقى انا عندي نظامين اهم اهو. طيب انا ممكن ادوس على ده واقول له سيت كارنت، يعني هو ده اللي يبقى النظام الحالي، او ادوس على ده واقول له سيت كارنت، هو ده النظام الحالي اللي هدوس كلوز واكتب بيه. يعني انت عايز تكتب بالعربي هدوس كده اقول له سيت كارنت، وبعدين ادوس كلوز واكتب بيه على طول. عايز تكتب بده تقول له سيت كارنت واكتب على طول بيه. طيب هايت ده لو انت عايز تلزمه بارتفاع معين، لا مش عايزها، انا مش عايز منك حاجه هنا اكتر من كده، ان انت تغير الفونت وتتاكد ان هو عربي بس كده، مش عايز حاجه تانية. طب تمام، لو انت عايز تمسح حاجه اللي انت عملته بتدوس ديليت هنا وبيتمسح عادي اهو، وتمسح. طب وهنا ديليت ده، طب الستاندرد ما هو بيتمسحش. طب عربي ليه ما بيتمسحش دلوقتي؟ اصل انت عامله سيت كارنت. يعني لو رجعت قلت على الستاندرد هو السيت كارنت وجيت على العربي عادي ممكن تمسح. تمام، هو هنا اصلا قايل لك ايه، كارنت تكست ستايل ستاندرد، فالعربي ممكن امسحه. طب لو خليت العربي هو اللي سيت كارنت ما ينفعش امسحه اهو. تمام كده، طيب تمام حلو، دوس كلوز. طب انا يا باشمهندس كل ما اكون عايز اغير اكتب من احول من عربي لانجليزي، لازم ادخل على القايمه دي واختار اللي هي الاس تي انتر، واختار النوع الخط وادوس سيت كارنت، مفيش حاجه اسرع شويه؟ في منين بقى؟ شايف انوتيشن دي، دوس عليها كده. عندك هنا اهو دي كده انظمه الكتابه اهي، قال لك ادي الستاندرد وادي العربي بتاعك، وده الخط الاولاني خالص. اختار بقى انت عايز تكتب ايه. والله انا عايز اكتب عربي، قوم جايب العربي كده اهو. طيب تعالى بقى شوف الكتابه عربي عامله ازاي عندنا، الغي الشبكه دي عشان شكلها ما بحبوش. هتيجي تكتب دي تي انتر، وهتحدد نقطه بدايه الكتابه، واديني ارتفاع الكتابه وزاويه الكتابه، وتعالى نكتب اي كلمه اهو. اهو مثلا اهو، بص معايا هو بيكتب اهو، بص معايا تاني اهو، دوس دي تي انتر، وحدد نقطة بداية الكتابة وارتفاع الكتابة وزاوية الكتابة، وتعالى نكتب. وليكن مثلا تعالوا نكتب مثلا اي كلمة، مثلا وليكن ايه، مصر، حرف الميم اهو، حرف الصاد اهو، حرف الر اهو، ودوس انتر. لو انت بتكتب ما بيظهرش معاك زي ما هو ما بيظهرش معايا، عادي كمل كتابة، وفي الاخر لما تدوس انتر انتر هتلاقيها طلعت معاك مظبوطة. يعني بص اهو دي تي انتر، وبعدين تكت نقطة بداية الكتابة، بعدين ارتفاع الكتابة وزاوية الكتابة، وانت بتكتب اهو مثلا محمد. فوانت بتكتب لو الكتابة مش ظاهرة معاك زي ما هي كده، دي مش معناها ان هي ما بيكتبش، لا هو بيكتب عادي، بس لما تدوس مرتين انتر هتظهر وتظبط قدامك اهو بالمنظر ده. طيب خلي بالك من نقطة دلوقتي، انا جاي اكتب مثلا كلمة وليكن هنكتب فيرست تاني، بص معايا كده دي تي انتر، وحددت اول نقطة وارتفاع الكتابة وزاوية الكتابة، فانا بكتب اهو ف الف ر س، ودوست انتر انتر. الله، ايه اللي حصل؟ بص يا باشمهندس، ليه السين كاتبها كده مش كاتبها كده؟ بص يا هندسة معايا، وانت بتكتب اللغة العربية بشكل عام عبارة عن حاجتين، عبارة عن شكل، كل خط كل حرف جوه اللغة العربية عبارة عن حاجتين، يا منفصل يا متصل، بمعنى يا منفصل زي كده يا متصل زي كده، دي الحرف في اللغة العربية. طب افرض هو كتب لك واحد وانت مش عايزه، انت عايزه يكتب لك التاني، هتعمل ايه؟ هتدوس شيفت وتفضل ضاغط وتدوس الحرف. ازاي يا باشمهندس؟ اهو دي تي انتر، حدد اول نقطة، ارتفاع الكتابة، زاوية الكتابة اهو، فيه الف ر، هو دلوقتي السين بيكتبها لي كده، طب انا عايزه يكتبها كده، يبقى هدوس شيفت وافضل ضاغط على شيفت وادوس سين، انتر انتر، هلاقيه كاتبها لي ايه، مظبوط. يبقى وانت بتكتب الحرف اللي هو كاتبه لك، سواء بقى هو كتبه منفصل كتبه متصل، انت عايزه العكس هتدوس شيفت والحرف.
ده حوار. هو الكتابة في العربي متعب للأسف، ومفيش بديل. هو انت هتتعب في الكتابة وانت بتكتب عربي، يعني هتتعب، مش ولسه بقى شعوريك ايه التعب اكتر من كده. فالكتابة بالعربي متعبة شوية. طيب هو انا ممكن اكتب بالتي انتر، يعني اقول له تي انتر وافتح وابتدي اكتب اهو، تعالى كده نشوف، وليكن اهو كده مثلا، اهو بالمنظر ده سين يا عم اهو، وادوس انتر انتر، او ادوس كلوز من هنا يطلع. عادي ممكن تكتب كده، مفيش فيها مشكلة، وممكن تكتب كده. طيب هنا لو لاحظت هتلاقي في المالتي لاين هنا نقطة واحدة، ممسوك من نقطة واحدة، اما هنا الكلمة تحسها ممسوكة من اكتر من نقط. ممكن تعمل لها اكسبلود، الكلمة نفسها تعمل لها اكسبلود وتتحول زي دي. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ انت ممكن تكتب اي طريقة من الاتنين، يا الدي تي يا اما التي اللي هو المالتي لاين او السنجل لاين. كتبت بالتي عايز تحولها لدي تي، بتعمل لها اكسبلود. ليه؟ عشان يبقى في نقطة واحدة تتحكم فيها من النقطة، من الكلمة، كلمة كده تكون من نقطة واحدة تقدر تتحكم فيها. طيب دلوقتي احنا كتبنا بالعربي اهو، طب زي الفل. عايز بقى اعدل على الكتابة. استنى بس الاول قبل ما تعدل على الكتابة، انا عايز اتنقل واكتب بالانجليزي. هكتب ازاي؟ هجيب من هنا واغير واقول له انجليزي اهو، واكتب عادي خالص اهو دي تي انتر اهو، ارتفاع الكتابة وزاوية الكتابة، وهكتب اهو اهو حامد مثلا اهو اي حاجة. طيب حضرتك بقى عايز تعدل على الكتابة، بص معايا يا باشمهندس، عشان تعدل على الكتابة هتيجي كده على الكلمة وتتك عليها ضغطتين ورا بعض، هيفتح لك الشكل ده، هتلاقيه عاملها لك ومظللها لك باللون الأزرق. تختار الحرف بقى اللي انت عايز تعدله وعدله زي ما انت عايز اهو، ودوس انتر خرج اهو، واخرج بسكيب او مرتين انتر. يبقى انا عايز اعدل على الكتابة، هتك ضغطتين وعدل اهو، تك ضغطتين وعدل زي ما انت عايز، وفي الاخر دوس مرتين انتر خلاص. او ان انت تدوس اي دي انتر وتتك على الكلمة وتبتدي تعدل. يبقى يا اما دوس ضغطتين ورا بعض على الكلمة وعدل على طول، يا اما الامر بتاعها اي دي وعدل. حلو قوي، حضرتك هتعدل على الانجليزي زي الفل. تعالى بقى عدل على العربي، هنعدل على مصر بلاش اسمنا. تك ضغطتين، ايه اللي هيحصل اول ما تك ضغطتين؟ مش عارف اختار، عايز اغير حرف فيها، مش عارف تغير اي حرف فيها. طب ايه المشكلة بقى؟ مش عارف تغير ليه حرف فيها، لان في العربي برضه البرنامج مش فاهمه. طيب تعالوا نشوف كده، لو انا عايز اعدل بالعربي، طب انا عندي كلام بالعربي عايز اعدل عليه، هتعمل ايه؟ بص يا باشمهندس، نظام التعديل على الكتابة اصلا اللي هو النظام الحالي اللي هو بيخليه يظلل لك بالازرق ده ما ينفعنيش. انا هغير نظام التعديل على الكتابة، ركز معايا في الكلام ده، هغير نظام بتاع التعديل على الكتابة، مش نظام الكتابة اللي هو التكست ستايل، لا، نظام الايديت على الكتابة، نظام التعديل على الكتابة. هتغيره ازاي يا باشمهندس؟ من خلال امر اسمه تي تكستد، دي تكستد، بص اهو دي تكستد، اول ما بتكتب اصلا بيظهر لك دي تكستد اهو، ممكن تختاره من هنا. طيب وبعدين هتلاقي ان النظام الحالي بكام، مكتوب عندك هنا النظام دلوقتي صفر، لا انا عايز النظام رقم واحد. ايه رقم واحد ده؟ هتشوفه دلوقتي، يبقى دوس واحد انتر. ايه يا عم النظام رقم واحد ده؟ تعال نعدل على الكلمة دي، هضغط ضغطتين بيفتح لك مربع تعدل فيه زي ما انت عايز اهو، اكتب فيه الكلام اللي انت عايز تغير الكلمة كلها غير اهو، عايز تغير حرف واحد فيها غير، عايز تضيف حاجة طبعا كله انجليزي، عايز تضيف حاجة، عايز تعمل اي تغيير غير زي ما انت عايز، وغير الحرف اللي انت عايزه اهو، غير انت عايزه، دوس اوكي هيتعمل لك على طول. طيب عايز تغير على العربي، تعال خش هنا كده واتك ضغطتين، بص بقى معايا، الله فين الفه وفين الالف فين الري، انا قلت لك العربي في الاوتوكاد متعب. طب ايه الدي وايه التي وايه الاتش وايه الفي وايه الاس؟ بص معايا، حرف التي ده لو جيت بصيت في الكيبورد على حرف التي هتلاقي ان هو بالعربي فه وبالانجليزي تي. طب وحرف الالف بالعربي اتش وبالانجليزي اتش وبالعربي الف اهو، ده معناه ايه؟ معناه ان هو خد حرف الفه اللي هو هنا ده عشان يخلي البرنامج يفهمه كتبه له هنا تي،
بس خلاه يطلع بالشكل ده. هو ده الملف اللي احنا ضفناه على الاوتوكاد، ملف الفونت بيخليه يغير مفهوم حرف التي من ان هو يبقى كده ان هو يبقى كده. اتفهمت كده؟ يبقى هو كده ادي فيه اهي. طيب انا عايز اعدل وليكن على حرف الره. طب هتعدل على حرف الره فين؟ ما الره بص كده على الكيبورد هتلاقي ان الره هو الفي، هتدوس على الفي دي وتعمل اي تعديل انت عايزه هتلاقي ايه ايه اتعدل معاك اهو. تكتب بقى حرف، تكتب حاجة تانية، انا اسمي مش لعبة، تكتب اي حاجة زي ما انت عايز. طيب تعالى بقى نرجع كده، يبقى كده فهمنا التعديل على الكتابة. الموضوع ده مهم برضو، يبقى انا عايز اعدل على الكتابة، هتعدل التك ضغطتين وعدل. في الانجليزي الموضوع لذيذ، عايز تعدل في العربي تك عليها كده وتك عليها ضغطتين كده وتشوف الحرف اللي انت عايز تغيره وعدل عليه. طيب حلو يا باشمهندس، الموضوع سهل مفيش مشكله. طب موضوع الدي تكستد ده، النظام اللي هو بدل ما النظام كان زيرو اللي هو الظل الازرق وبقى النظام واحد اللي هو المربع الجميل اللي احنا بنقعد نعدل فيه ده، هل بيتغير؟ لا، قفلت البرنامج فتحته وده تبع الاوبشن، يعني بيتظبط مره واحده وبعد كده بيفضل ثابت على الجهاز على طول. تعالوا نروح للوحه بتاعتنا. حلو، انا عايز ابتدي اكتب بقى. يعني لو بصيت في اللوحه عندي اهو الاقي هنا قايل لي ده استقبال، دي اوضه نوم، اوضه نوم طرقه مش عارف ايه. تعالى نكتب الكلام اللي احنا كاتبينه هنا ده. اول خطوه في لير للتكست. الله، ايه ده يا باشمهندس؟ ايه الليرات دي؟ انا كنت عامل المره اللي فاتت ليرات بس ما كانش في الليرات دي، عشان ما تتخضش. بس هقول لك دي ايه، لما حضرتك جبت، لما احنا رحنا جبنا البلوكات وضفنا بلوكات هنا بتنزل الليرات بتاعتها اوتوماتيك، لما جبنا الخرطوشة وحطيناها هنا نزلت الليرات بتاعتنا هنا. طيب ده اللير، في لير كتابة هنا مكتوبة، عايز اعمل لير خاص بيا اكتب بيه الكلام الجديد بتاعي، هتعمل لير جديد للكتابة عادي خالص زي ما احنا متعلمين، الموضوع مفيش حاجة جديدة. ده لير اهو سميه تكست واديله لون وليكن اخضر، او عايز تكتب باللير اللي مكتوب هنا اللي اسمه تكست اللي مكتوب بيه الكلام اللي في الجناب ده، ماشي براحتك متفرقش معايا كتير. طيب ادي التكست اهو، تعالى اكتب هنا دي تي انتر، حدد نقطة بداية الكتابة، ارتفاع الكتابة اهو ليكن بوينت 2 عشان يطلع شكله متناسق اهو، وزاوية الكتابة بزيرو. طبعا في الاول وفي الاخر موضوع حجم الكتابة ده يعني انت وذوقك، اكتب زي ما تكتب. عايز تكتب استقبال اهو، بس ايه، ما انا لما رحت الملف دوت مفيش تكست ستايل، انا كنت عامل التكست ستايل هنا، فلما هاجي هنا هتعمل التكست ستايل تاني، هتعمل اس تي انتر وهتعمل نيو تكست ستايل سميه عربي اهو، وتخلي نوع الكتابه بتاعه اكس اراب ابلاي كلوز، وتعالى من هنا اختار عربي اهو ودي تي انتر واهو ارتفاع الكتابه وزاويه الكتابه، واكتب اهو استقبال مثلا. استقبال، بص معايا، هل ده الالف اللي انا عايزه؟ لا، ده انا عايز الالف التاني. طب هتعمل ايه؟ هل لسه هكتب تاني من الاول؟ لا، ممكن اتك عليه ضغطتين كده. فين الالف؟ مش هو ده الاتش؟ امسح الاتش. طب وبعدين؟ دوس شيفت والف هتلاقي كتبها لك فوق كابيتال، ولما تدوس انتر هتلاقيها اتظبطت لك هنا. فهمت الكلام ده؟ طيب يبقى انت عايز تعدل. طب تعالى خد دي كوبي من هنا حطها هنا، عايز اعدل على الكلمة كلها، هتك كده ضغطتين واكتب دي ايه؟ دي غرفة نوم، غرفة اهي. طب عايز تكمل اهو، تك على ايدي التاني وكمل، قول له نوم، ان نوم. اوعى بقى تغلط وتكتب ايه، انت مالكش دعوة اللي بيكتب ايه، يعني انا على الكيبورد بكتب الحروف بالانجليزي بالعربي، سوري بقى على الكيبورد بكتب حروف بالعربي، هي بتتكتب هنا ايه ما تشغلش دماغك بقى. انت في الاخر لما تدوس اوكي مظبوطه تمام، مش مظبوطه انت عارف ازاي تعدل. طيب هتاخد غرفه نوم دي كوبي وتحطها هنا وهنا، خلصت على كده. وادي هنا المطبخ، تك ضغطتين قول له مطبخ اهو. تقول يا باشمهندس الخاص شكلها مش عاجبني، اقول لك دلوقتي على حاجه حلوه، وخد من هنا دي حمام. طب الحمام، لا الحمام الالف غلط والميم غلط. بص معايا، الالف هي ايه؟ هي الاول اهي، الف غلط والميم غلط. الالف ايه في، بص في الكيبورد الالف ايه؟ هتقول لي اتش، يبقى الاتش دي بدل ما هي كابيتال حضرتك تعملها ايه؟ سمول، يتكتب لك مظبوطه. طب الميم، الميم اللي هي، الميم اللي هي حرف ال، شوف بقى هي ايه؟
اعملها بدل ما هي عادية اعملها بشيفت اهي. ده معناه ايه يا باشمهندس؟ لو بص في الانجليزي هنا كابيتال وسمول يغير لك الحرف من حرف عادي لحرف متصل او العكس، تمام كده؟ طيب بس في بعض الحروف في العربي مش مظبوطة اصلا، يعني زي الخاء، هو جاي كده، هو الخاء عندهم كده، في بعض الحروف هتلاقي مش جايبة معاك قوي، تمام يا باشمهندس؟ خلي بالك موضوع الكتابة ده يعني مع طول ما هتقعد تكتب كتير كل ما هتلاقي نفسك ايه بدأ الموضوع يتظبط معاك. بس هو الموضوع سهل، انت عايز تكتب وعملت التكست طيب وخلاص، مشكلتك بتكون في التعديل على الكتابة مش الكتابة من الأول. فانت لو عايز تعدل بتتأكد خطتين، شوف الحرف اللي مش مظبوط ايه واظبطه، لو هو سمول خليه كابيتال، لو هو كابيتال خليه سمول. تخليه سمول وكابيتال ازاي؟ انك تدوس شيفت، تكتب شيفت والحرف، دوس شيفت وتفضل ضاغط وتدوس على الحرف، يتقبل لك يتقلب لك هنا بالانجليزي كابيتال وفي العربي من مش من مشبوك لما لايه لمنفصل، من متصل لمنفصل او العكس، تمام كده؟ يا ده يا ده العكس على حسب، هو كتب لك اللي انت عايزه تمام، كتب لك اللي انت مش عايزه بتغير. طيب تعالى اوريك حاجه تانية كمان، حاجه كمان في الكتابه، الكتابه دي فيها ايه شقلبه كتير. يعني حضرتك كده مثلا في الخرطوشه دي، في الخرطوشه اللي قدامك دي، هتيجي هنا تكتب، عايز تكتب اسمك، هتعمل ايه؟ هاخد من دي كوبي كده، كوبي سي او انتر، وامشي بيها كده احطها هنا كده واكتب اسمك اهو زي ما يكون اسمك اهو ايا كان اسمك اهو حماده، اكتب اسمك كده، تك كده خطوتين، عايز تعدل اكتب اسمك، اي حد اي اسمك بقى زي ما يكون اكتبه بالمنظر ده. طيب حلو قوي، يبقى انت من هنا كده كتبنا ايه اسمك. طب وعايز ايه تاني؟ بص بقى معايا يا باشمهندس، لو انا عايز اطول البه دي شويه، عايز اطول البه دي شويه، او بلاش البه، عايز تطول هنا، عايز تطول اي حرف عامه، اي حرف عايز تطوله هتعمل ايه؟ تعال بص، البه هنا تك ضغطتين، هي البه دي فين؟ البه دي اللي هي حرف الاف، فين حرف الاف؟ اهو. طيب بعد حرف الاف هتدوس شيفت وتدوس اللي هي اندر سكول، اندر سكول دوس اكتر من واحده اهو. طب ايه اندر سكول دي؟ هوريك دلوقتي اهو ايه اللي حصل، طولت الحرف. يعني انت عايز تكتب حاجه كده بشكل جميل، طبعا الكلام ده تقول لي ده زيادات وملوش لازمه، لا بس الشغل ده بيفرق في الشكل، لما تيجي تطبع ويجي حد يبص بيبقى بياخد باله انك فاهم، مش بتكتب كده وخلاص، ده انت كاتب كلام متناسق وشكله جميل، تمام كده؟ يبقى ادي كده ايه، ادي الكلمه اهي، يبقى انا طولت الحرف عن طريق ان انا حطيت ايه اندر سكول كده، انت طولت الحرف، ظبط كتابتك بقى كلها. طيب خلاص كده، لا ده في حته كمان احلى من دي. بص يا باشمهندس معايا كده، في حاجه اسمها شفرات الكتابه. ايه شفرات الكتابه؟ انت لو جيت بصيت هنا على حرف مثلا، وليكن حرف زي حرف الخاء، حرف الخاء اللي مكتوب هنا في الاوتوكاد بتاعه مش تل مش شابك يعني، مش او عادي ماشي، هتمشي كده وهتطبع وهتبقى جميله ومحدش هيجي يتكلم معاك، بس افرض انا عايزه ايه اعمله مشبك كده مشبوك كده مظبوط، قال لك في شفرات للكتابه. طب بص، طب لو انا عايز اعمل فاي مثلا، دي علامه الفاي، اي حاجه من الحاجات دي، عندك كاف، عندك فيه، الحروف دي لما تيجي تكتبها مش هتلاقيها طالعه معاك على طول مظبوطه، انت بقى عايز تظبطها، عايز تخليها مظبوطه زي ما كانك بتكتب بايدك بالظبط، هتستخدم الشفرات دي. طيب تعالوا نشوف اي شفره من دي ونشتغل عليها، وليكن مثلا علامه الفاي، ازاي اكتب علامه الفاي دي؟ بص معايا، هو قال لك هنا ايه، في المية في المية 232 تتعمل ازاي دي يا باشمهندس؟ اهي دي تي انتر، وحدد او نهاية الكتابة وارتفاعها وزاويتها. طب في المية ازاي؟ شيفت، دوس شيفت وافضل ضغط على شيفت ودوس زرار خمسة فوق في الكيبورد اهو، في المية في المية 232 انتر، انتر عمل لك ايه علامة في المية. بس خلي بالك في شروط اهو، ايه الشرط؟ انك تكون مستخدم خط اكس اراب، خط اكس اعراب مش اي خط تاني، خط اللي مديك حرف الشين، ما ظبطتش معاك او ما اتعملتش معاك اطلع تاني على التكست ستايل واختار واحد تاني يديك حرف الشين، ما انت عندك اكتر من اختيار، يبقى الاكس اعراب اللي انت مختاره دي مش واخده معاك، بس الشفرات دي شغاله مع الاكس اعراب كلها. ابدا بقى، عايز تعمل اي حاجه ده كده علامه الفاي، معاك الشفرات وعيش حياتك وجرب وتحاول تعمل كل الاشكال اللي موجوده في الشفرات دي.
كده، وتعرف تكتب اي كلام بقى، اي كلام انت عايز تقعد تكتبه اقعد اكتب براحتك زي ما انت حابب، تمام كده؟ طيب حلو. طب تعالى بقى انا عايز اوريك حاجة برضو ليفل ايه اعلى شوية في موضوع الكتابة ده. لو انا عايز اكتب حاجة زي كده، مثلا افتح قوسين واكتب وليكن 25 في وليكن 30 او 25 في 60 مثلا، وليكن ده قطاع او كاميرا عمود اي حاجة، عايز اكتب حاجة بالمنظر ده، تقول لي سهل، دي تي انتر امر الكتابة، وعايز اكتبه بالعربي تي دي انتر، وكتبت ادي نقطة بداية الكتابة، الارتفاع الزاوية، وتعالى نكتب، هفتح قوس اهو واكتب اهو. انت عايز تكتب ايه؟ انا عايز اكتب 25، افتح قوس اهو 25 في 60، واقفل القوس ودوس انتر. انتر، ايه ده؟ ايه المنظر العجيب ده؟ اصل الكتابة الارقام دي برضه حوار تاني، غير بقى حوار كتابة ايه الحروف نفسها، يعني كتابة الحروف متعبة، الارقام متعبة اكتر. بص معايا بقى تتعمل ازاي دي، اضغط عليها ضغطتين كده وهاتها هنا. مبدئيا الاقواس دي طالعه لك هنا مظبوطه ولا لا؟ مش مظبوطه. طب اظبطه وهترجع تغيرها تاني، بس خليك معايا واحده واحده اهو، ودوس انتر. حلو. بص بقى معايا، هتيجي بعد كل حاجه والتانيه، يعني بقى بين ال 25 وبين القوس، خد لك شويه مسافات مسطره، شويه مسافات شويه مسافات شويه مسافات بين كل حرف والتاني، بين كل كلمة والتاني. طبعا 25 دي حاجة واحدة فهجيبها جنب بعض، وال60 حاجة واحدة جنب بعض اهي. طيب لا، ده كده الأقواس دي كانت مظبوطة في الأول، ارجع تاني غيرها واحدة واحدة، بس أنا بعلمها لك وبعد كده أقول لك إيه النهاية بتاعت الكلام ده أهو. تعالى من هنا غيرها، تمام اتظبطت، بس المسافات كبيرة شوية، قلل شوية في المسافات أهو هنا. طب كمان واحدة من 25. طب والفيه قلل شوية اهو، لا ده دخلت في بعض يبقى زودها سنة. طب ال60 قلل شوية اهو، طب تمام، ومن هنا قلل شوية، لا دي كمان عايزة تقل حبة، لا زودها حبة اهو بالمنظر ده. طب ما ده موضوع متعب، ماشي هو متعب شوية ليك في الأول، بس أنت بتكتب كلمة واحدة بس وبعد كده بتاخد كوبي منها، عايز تعدل بتعدل عادي، هو على 60 تبقى 70 أهي ولا أي حاجة، تمام. بس هو أنا زي ما أنا قلت لك، المشكلة أصلا إن الكتابة بالعربي كلها متعبة، تاخد منك مجهود كتير في الأول لحد ما إيدك تاخد على الكتابة كلها، بعد كده هتحب بقى موضوع الكتابة ده خالص. طيب حاجة كمان برضو رخمة في موضوع الكتابة اللي بالعربي ده، حضرتك خدت مشروع من حد، أو أنت عايز تفتح لوحة عندك على جهاز الكمبيوتر، جيت فتحت المشروع بتاعك لقيته بالمنظر ده، إيه الكلام ده؟ تبدأ من الرسومات شكلها كبير، أنا أقصد الكتابة دي، الله إيه الكتابة دي؟ أصل الكتابة دي بالعربي. طب ماشي، طب طالما الكتابة دي بالعربي ليه طالعة بايظة كده؟ ساعتها يبقى في أكتر من مشكلة. اول مشكله ان ممكن تكون انت مش ضايف على الجهاز بتاعك، على البرنامج بتاعك الخطوط العربي، لا طب انا ضايفه. طيب ايه الحاجه التانية؟ الحاجه التانية ممكن تكون انت ضايف الخطوط العربي اه، بس برنامج الاوتوكاد ما فهمش، يعني انت مش بتكتب، انت بتفتح حاجه مكتوبه فعلا، فالبرنامج الاوتوكاد ما قدرش يفهم ان دي مكتوبه بالعربي فيظهرها لك، او نوع الخط اللي مكتوب بيه غير نوع الخط اللي عندك، يعني عشان كده انا مديك اكس اقرب ده، لان اكس اقرب ده مع الدنيا كلها، لكن هو ممكن يكون اللي كاتب المشروع ده كاتبه بنوع خط تاني غير اكس اقرب، وانا ما عنديش نوع الخط ده، فظهرت لي الكتابه كده ايه بشكل العشوائي اللي قدامي ده. طيب في الحاله اللي زي دي ازاي بظبط الكتابه؟ بص يا باشمهندس، في امر في برنامج الاوتوكاد هتكلم عنه دلوقتي نبذه بسيطه، ومع الوقت برضه هنتكلم عليه اكتر. امر اسمه بروبرتيز. ايه بروبرتيز ده؟ يعني خصائص. اختصار الامر ده بي ار، بص معايا بي ار انتر، هيفتح لك قائمة في الجنب كده، دي القائمة الخاصة بالبروبرتيز بتاعتك. طيب وبعدين دوس، هو بيقول لك كده نو سيليكشن، انت مش مختار حاجة، اختار اي كلمة من الكلام اللي بايظ ده اهو. تعالى هنا كده مكتوب الستايل ايه، نوع الستايل شرطه ستايل، ايه شرطه ستايل دي هقول لك دلوقتي، يبقى نوع الستايل شرطه ستايل، يبقى حضرتك هتدخل خلاص تقفل القايمه دي، انت عرفت النوع بس، خش على التكست ستايل
اس تي انتر، ودور على نوع الستايل ده اللي هو اسمه ايه، شارتا ستايل، وتعالى هنا غير الفونت وخليه اكس اراب، هتلاقيها اتظبطت معاك على طول. اكس اراب، اي اكس اراب بحرف الشين، ودوس ابلاي كلوز، وهتعمل لو ما ظبطتش هتدوس ار اي انتر اللي هي ريفريش، هتلاقيها اتظبطت معاك بالمنظر ده. تمام كده، يبقى ده بالنسبة للكتابة العربي. عارف ان هي شوية رخمة بس مع الوقت ايدك هتاخد عليها. احنا قلنا ازاي تعدل على الكتابة، وهتدور في الحروف وعدل. طيب، وازاي تكتب كلمة بالشفرة المكتوبة، وحاططها لك هنا كلها هوس، وازاي تطول في الكتابة في الكلمة اهي، وازاي تكتب حاجة ما بين اقواس بالمنظر ده، ولو فتحت ولقيت حاجة بايظة ازاي تظبطها من خلال البروبرتيز بتاعتك. طيب تمام، في ايه تاني بقى معايا كده؟ بص معايا يا باشمهندس، انا عندي دلوقتي امرين بس خاصين بالكتابة بالانجليزي. لو انا هفتح في صفحة فاضية اهي، تاني صفحة فاضية اهي، تعالى نكتب هنا كلام بالانجليزي، اي كلمة كده بالانجليزي، وليكن نكتب ايجيبت. ايجيبت، طيب تقول لي ده يا باشمهندس انت كاتب ايجيبت غلط، خليك معايا بقى، هاخد منك الكوبي. طيب ايه الامر اللي انت عايز تشرحه؟ الامر ده خاص بالانجليزي بس، الامر ده بيدور لك على اي كلمة مكتوبة غلط ويقول لك الصح بتاعها كذا. يعني كلمة ايجيبت دي احنا كاتبينها غلط، طيب يبتدي هو بقى بيدور جوه اللوحة على الكلام اللي مكتوب بالغلط ويكتب لك الصح بتاعه. طب ازاي؟ امر اسمه سبيل، اسمه ايه؟ اسمه سبيل، اختصار سبيل ده ايه؟ اس بي، بص معايا، اس بي انتر، وبعدين بيقول لك انت عايز نعمل تشيك على الكلمات في انتاير درونج، يعني في اللوحة كلها، ولا تدوس كده وتحدد مكان معين يعمل فيه تشيك؟ لا انا عايز في اللوحة كلها، يبقى سيبها انتاير درونج كده. قول له ستارت، ابتدي دور. قال لك ايه؟ نوت ان ديكشنري، الكلمة دي مش موجودة عندي في القاموس، اللي هي دي انا بقترح عليك الكلمة دي، ودي شوية كلمات تانية مشابهة ليها. وبيقول لك انا استخدمت القاموس الايه، امريكان انجلش. طيب لو انت دوست اجنور هنا هيسيب الكلمة دي ويخش على ايجيبت اللي بعدها. طب لو انا قلت له اجنور اول هيسيب كل ايجيبت ويدور لو في عنده كلمة تانية مكتوبة غلط يبتدي يصلحها. طب لو انا قلت له تشينج هيغير كلمة ايجيبت اللي هنا ويكتب لك الصح بتاعها ويدخل على الكلمة اللي بعدها. طب لو انا قلت له تشينج اول غير لي كل كلمة ايجيبت اللي عندك هنا وظبطها، وبعد كده لو عندك كلمة تانية غير ايجيبت خالص مكتوبة غلط يبتدي برضو يقولها لك بنفس المنظر ده. طب تعالى نشوف كده لما دوس تشينج اول ظبطهم كلهم، وقال لك سبيلنج تشيك كومبليت، يعني مفيش عندك كلمة غلط تانية، وادوس اوكي. طيب ما تجيش تعمل الموضوع ده في كتابة بالعربي اهو، يعني هنا مثلا كتابة بالعربي، انا جيت عملت له سبيل اس بي انتر وقلت له ستارت، ده مش هندس كاتبها، ما هو دي بالنسبة له مش مقياس، انت عندك كلمة هنا مقياس، هو عنده الكلمة دي حاجة تانية خالص، فانت ما ينفعش في العربي خالص لان هو ما بيفهمش الكتابة اللي بالعربي، ودي النقطة اللي احنا قلناها الكلام ده في الانجليزي. طيب برضو حاجة تانية في الانجليزي، في امر كمان اسمه فايند. ايه فايند ده؟ يعني بدور على كلمة معينة، عندي في اللوحة كلام كتير وانا عايز ادور على كلمة معينة، امر اسمه فايند، اف اي ان دي الكلمة كلها، هيفتح لك قائمة هنا بيقول لك فايند وات، تحب ادور لك على كلمة ايه، ولكن اقول له دور لي على كلمة ايجيبت. طيب لو انا قلت له فايند هيدور على ايجيبت، قال لك اهي. طب لو انت عايز تبدلها بكلمة تانية اهو، عايز تكتب اي حاجة تانية وليكن اهو، لو انا قلت له ريبليس هيغير ايجيبت دي ويخش على ايجيبت تانية اهو، ريبليس غيرها ودخل على ايه، ايجيبت تانية. طب لو قلت له ريبليس اول هيغير كل كلمة ايجيبت اللي في اللوحة. طب لو قلت له فايند نيكست هيسيب ايجيبت دي ويخش على ايجيبت التانية. تعال نقول له ريبليس اول غير كله، قال لك اهو السيستم فينيش سيرشنج، خلاص احنا خلصنا تدوير، لقينا اربعة وعدلنا اربعة، اقول له خلاص اوكي تمام خلصت على كده، دوس دون او دوس علامة كلوز من هنا، انت كده خرجت من الامر.
يبقى امر سبيل وامر فايند الاتنين دول خاصين بالانجليزي بس، اما بقية الشغل والتعديل على عربي ده شيء مهم جدا ان انت تتعلمه وان انت تفهمه كويس جدا جدا جدا. طب نرجع تاني نبص على اللوحة بتاعتنا هنا كده بالمنظر ده. دلوقتي انت خلاص تقريبا قادر تعمل كل حاجة فيها، ترسم كل الكلام ده، فاضل لنا بس حاجة بسيطة، الكتابة اللي هنا دي اللي هو الترقيم بتاع الأجساد. ترقيم الأجساد بيتعمل ازاي؟ هتقولي ماشي عادي، ما ناخد أمر الكتابة هكتب وهرسم دايرة حواليه، صح وزي الفل. طب مفيش طريقة أسرع؟ بص معايا كده، أنا هاجي هنا بس كل اللي هعمله إن هكتب دي تي انتر، وهو دي نقطة بداية الكتابة وارتفاع الكتابة وزاوية الكتابة، واكتب واحد بس كده. طب وبعدين بص معايا، خد واحد دي كوبي في كل مكان اهو، واحد وادي اتنين وتلاتة وهنا، هي هي بالظبط، خد واحد وخدها كوبي في كل ده. طيب وبعدين جوه برنامج الاوتوكاد في حاجة اسمها ترقيم اوتوماتيك، اوتو نمبر. طب اوتو نمبر ده مكانه فين؟ يا اما من قائمة اكسبريس تولز تقول له اوتو نمبر هنا، يا اما باختصارها العادي تي كاونت. اختصارها ايه؟ تي كاونت. بص معايا هقول له تي كاونت اهو، وبعدين اختار الحروف كلها، مش دول اللي انت عايز تعدلهم وتخليهم اوتو نمبر، وبعدين دوس انتر. بيقول لك ايه؟ انت عايزني امشي لك في اتجاه اكس ولا واي ولا سيلكت اوردرز؟ ايه اكس وايه واي؟ اكس وواي يمشي في اتجاه اكس اللي هو يمشي افقي، طب واي اللي هو يمشي راسي، طب سيلكت اوردر طبقا للاختيار، يعني يبتدي شوف انت اخترت ده الاول وبعدين ده وبعدين ده، فيبدا يمشي طبقا للاختيار. وليكن هقول له لا امشي لي مثلا ايه طبقا لواي، فهقول له واي اهو. طيب سبيسيفاي ستارتنج نمبر، يعني ايه اختار لي انت عايز تبتدي من رقم كام وتزيد كام، يعني انا عايز ابتدي من واحد وازيد واحد، فهقول له زي ما هو كاتبه لي كده واحد كوما واحد، يعني ابتدي بواحد وزيد لي ايه واحد، ودوس انتر. بيقول لك اوفر رايت ولا بريفكس ولا سفكس، يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك دلوقتي هل انت عايز تشيل الكلمه اللي مكتوبه اللي هي واحد ده، عايز تشيلها واكتب لك انا الاوتو نمبر اللي هو واحد اتنين تلاته، ولا انت عايز تكتب واحد دي جنب دي، يعني انت عايز جنب دي تكتب هنا واحد اتنين، يعني هنا تكتب بالمنظر ده، يعني يكتب لك هنا واحد وبعدين يكتب لك اتنين وبعدين يكتب لك تلاتة ويخلي لك الرقم الاصلي ده زي ما هو، ولا سفكس يكتبها لك في ظهرها كده هنا قبلها ولا بعدها؟ يعني لا انا عايز اوفر رايت، يعني شيل لي الكتابة اللي مكتوبة دي وغيرها لي بالاوتو نمبر، فاقول اوفر رايت اهو. بالتالي هو رتبها لي اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طيب تاني تعالى ناخد دي كده هنا كوبي هنا اهو اهو، تعالوا كده ايه نعمل منها نسخ كتير، عدة نسخ اهي بالمنظر ده. طيب دلوقتي انا عايز اعدل، عايز اعدل على الكتابة دي، عايز اخليه يقولي واحد اتنين تلاتة اربعة، فهقول له تي كاونت. اول ما اكتب الكلمه مجرد هكتبها بس هلاقيها ظهرت عندي كده، هختارها وهختار دول اهو ودوس انتر. انت عايز ترتبهم دلوقتي كده في اتجاه ايه؟ في اتجاه اكس اهو، فاقول له اكس. طيب عايز يبتدي لك عد من رقم كام؟ عايز يبتدي من رقم واحد، فبقول له واحد وبعدين اعمل علامه كوما. طيب انت عايزه يزيد لك كل مره كام؟ عايزه يزيد لي واحد، فاقول له كوما واحد انتر، وبعدين اوفر رايت عشان يشيل ده ويحط مكانه اهو، رتبه لك بالمنظر ده، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة في اتجاه ايه؟ اكس. لو عايز في اتجاه واي يرتب لك في اتجاه واي. طيب لو انا عايز ارتبه بقى هرجع تاني كده بكنترول وزد، لو انا عايز ارتبهم دي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهكذا، او يمشي من هنا مش تفرق معايا، يمشي كده او يمشي كده، المهم ان هو يخلص هنا ويكمل في الصف اللي بعديه. طب دي هتبقى اكس ولا واي؟ لا اكس ولا واي، لان اكس هيمشي كده، طب واي هيمشي كده، امال هتعمل ايه؟ هقول له اهو تي كاونت، تي كاونت، ولما اجي اختار هختار صف صف، ادي الصف الاولاني الصف الثاني في الثالث هختار. طيب وبعدين دوس انتر وقول له لا اكس ولا واي، سيلكت اوردر، يعني طبقا للاختيار، يعني هنا وهنا،
اقول له سيلكت اوردر، بيقول لك ابتدي بواحد وازيد بواحد. اه عايزه يبتدي بتلاتة ويزيد اتنين، هتقول له تلاتة كوما اتنين زي ما انت عايز، يعني مش شرط واحد واحد. طب انا هبتدي بواحد وهزود واحد، وادوس انتر. اوفر رايت يعني يشيل ويحط، اقول له اه اوفر رايت. اهو بدأ لك 1 2 3 4 5 6 7، خلص 7. ابتدى هنا من كام؟ من 8 9 10 11 12 لحد 14. اتفهمت كده؟ يبقى انا مشيت بالترتيب سواء في اتجاه اكس او اتجاه واي او سيلكت اوردر طبقا للي انا مختاره. طب اقول لك على حته احلى من دي كمان بقى. مش انا عندي هنا اهو، هديك معايا هنا، مش انا عندي هنا عامل لي دواير حوالين الكتابه؟ طب هل الدوائر دي برضو موجودة عندي؟ موجودة هنا يعني ممكن اعمل دوائر؟ اه ممكن تعمل دوائر اوتوماتيك. ازاي يا باشمهندس؟ عن طريق امر اسمه تي كاونت، تي سوري تو تي سيركل، تي سيركل اهو مكانها فين في اكسبريس تولز، اسمها ايه؟ انكلوز. طيب يبقى انا عندي هنا اهو تي سيركل اهو. طب وبعدين اختار اللي انت عايز تعمل حواليهم دوائر ودوس انتر. بيقول لك ايه؟ انت عايز مسافة الدايرة تبقى كام في المية؟ خليها زي ما هي كده لحد ما تفهم، فهدوس انتر. طب انت عايز سيركل ولا سلوتس ولا ريكتانجل؟ يعني دواير عايز تعمل لك حوالين الكتابة، دايرة دايرة ولا سلوتس؟ ايه سلوتس دي؟ يعني خطين كده وما بينهم معمول بالارك كده هنا وارك كده هنا، ولا ريكتانجل اللي هو المربع؟ لا انا عايز دواير، فاقول له سيركل. طيب انت عايز الدواير دي تكون كونستانت ثابت ولا فاريبل؟ يعني ايه؟ يعني المساحه بتاع حجم الدايره ثابت عند كل الحروف ولا بيختلف على حسب الحجم بتاع الكتاب الخط نفسه؟ يعني مثلا 7 تحس انها اكبر من 1 فيخلي شكلها مختلف، ولا هي نفس الحجم ثابت في كله؟ طبعا لو انا بعمل حاجه زي اكسات يهم ان هم يكونوا ثابتين، فاقول له كونستانت. اهو عملهم لك كلهم. طيب بص في تاني بقى، تي سيركل اهو، تي سيركل واختار كده ودوس انتر. ايه الرقم اللي انا كنت قايل لك ثبته؟ ديستانس. بص اللي هي المسافه دي انت عايزها دي تبقى تقريبا كام في الميه؟ 35% من الطول من الكتابه ولا اكتر؟ لو انت شايف ان المسافه هنا كبيره كبيره هتصغرها، شايفها صغيره هتكبرها. والله انا شايفها مناسبه خليها زي ما هي 35% اهي، وادوس انتر واقول له ايه انت عايزها؟ ايه مثلا ريكتانجل ولا سلوتس ولا سيركل على حسب اللي انت عايزه، وليكن سيركل برضو واقول له ثابت اهو. تمام كده. تعالى هنا بقى هتخلص نفس الموضوع بالشكل ده، تي سيركل برضو اهو، دوس انتر لانه اخر امر انا عامله، ونفس النسبه وسيركل وكونستنت اهو. تاخد بقى بامر موف تظبطهم بالمنظر ده وتجيبهم هنا. طيب تمام حلو، جيبهم الناحيه دي وخدهم كوبي الناحيه دي. طب والناحيه دي الف وب والكلام ده، هل الف ب موجوده؟ لا هو اوتو نمبر بس، لكن هو ما عندوش حاجه اسمها يعرفش اصلا يعني ايه الف ب ج من الكلام المكتوب ده، فحضرتك هتاخدها وتظبطها. طيب فاضل لك ايه عشان تطلع لي الرسمه دي؟ هتيجي هنا حضرتك، فاضل لك هنا اللي احنا ما رسمناهوش، الحمام ده هيترسم ازاي وده هيترسم ازاي. بالنسبه للحمام هتيجي حضرتك من هنا، هو قال لك عرض الحمام من جوه جوه كام؟ 95 سنتي، فهتيجي من هنا تقول له اوفست على مسافه 95 95 من 100، ومن هنا تنزلها هنا اهو، وبعدين تعمل ترم اهو بالمنظر ده اهو، ترم اهو كده طبعا ما تغلطش اهو، وبعدين اوفست بوينت 12 ومن هنا لهنا والغيها له بالمنظر ده اهو. عايز تديله نفس اللون ماتش، نفس اللير قصدي ماتش من هنا لهنا. طيب ام ايه انتر وقوله من هنا تعالى لي. طب تمام فاضل لي ايه يا باشمهندس؟ عايز ارسم السلم. هو السلم ده بيتعمل ازاي؟ تعال اللي في الجنب كده، هنعمل اول فانوس السلم اللي جوه اللي هو ده. طب فانوس السلم ده عبارة عن ايه؟ فانوس السلم الحتة دي بتبعد عن الخط ده كام؟ متر وواحد من مية. طب والحتة دي بتبعد عن الخط ده كام؟ متر 22 من 100. بص معايا هقول له اوفست متر وواحد من مية اهو، من هنا لهنا، وهنا متر 22 من 100، ومن هنا لهنا، واقفلهم على بعض اف انتر ده مع ده. بس اقول له الراديوس، ارجع بقى الراديوس بزيرو اللي كنت عامله في البلكونه، فاقول له اف انتر اهو. طيب ومن هنا بص معايا، من هنا، من هنا بكام؟ 1 3 و40، فهقول له اوفست 1 3 و40
ومن هنا لهنا. حلو، ومن الناحية دي كام؟ الناحية دي 1 متر، فأقول له برضو offset 1 متر من هنا أهو بالمنظر ده، وأقفل كله على بعضه بالمنظر ده، وكده خلصت على كده. بقى هتيجي في الآخر طبعا هيغير اللاير بس، خليها أول أهي، وتعالى هنا بقى ارسم خط كده وخد منه offset 30 سنتي، 0.3 اللي هي عرض السلم أهو. ممكن offset مع مالتيبل أهو بالمنظر ده، كده خلصتها. هتيجي الناحية دي هترسم برضه خط نفس الحكاية، لاين أهو و offset برضه 30، ومن هنا أهو مالتيبل بالمنظر ده. حلو، طب لو لاحظت هتلاقي عندك في السلم هنا عبارة عن خط سوليد وخط داش، خط سوليد وخط داش. خط الداش ده قد ايه مسافته؟ الخط ده مسافته 0.2 سنتي، يعني 0.02 وهو. بس الخط ده داش، ازاي تغيره داش؟ طيب اولا انت عامله في لاير جديد ولا بنفس اللاير؟ عايز تعمله لاير لوحده زي الفل. انا هخفي بس ايه الاكسسوارات عشان تكون واضحة اكتر. طيب عايز تعمله في لاير جديد، مفيش عندي اي مشكلة. طب عايز تغيره هو نفس جوه نفس اللاير، هتدوس عليه من هنا وتغيره من البروبرتيز دي. تعالى هنا كده واختاره لي ادي داش ده، واعمل له اوفست برضو 30 سنتي، ولسه البروبرتيز دي ليها معانا برضو كلام تاني قدام. واقول له مالتيبل اهو بالمنظر ده، ومن هنا نفس الحكايه بالظبط، هاخد من ده اوفست 0.02 هنا اهو، واغير اللير بتاعي، اغير هنا اقول له داشت واوفست 0.3 وخلاص على كده اخلصها. طيب فاضل لك ايه تاني؟ تكون خلصت الرسمه، فاضل لك دي الحته دي. بص الحته دي هنا عباره عن قرش، طبعا دي خلاص دي هتاخد شد خط كده وتهشر، ودي هتعمل لها اوفست 0.2، الكلام ده سهل. طب دي هتعملها ازاي؟ ارك اهي، هتيجي على دي كده تعمل لها تريم، او بلاش اعمل لها تريم خالص، اقطعها وتعالى اعمل ارك بالمنظر ده من هنا، طلعه سنه فوق وركبه هنا، واوفست لي ب 0.12 من هنا لهنا، واختار الاثنين دول وغير نوعهم خليهم داشت. عايز تغير لونهم هتغيره من هنا، عايز تخليه نفس اللون طيب هتفرق؟ مش هتفرق معايا كتير. كده انت عملتها بالمنظر ده، حضرتك قدرت تخلص اللوحة بالكامل. واتكلمنا المرة اللي فاتت على البلوكات، فانت تقدر تخلص اللوحة كلها بالكامل، مش هيتبقى لها غير رفع الدايمنشن، وده ان شاء الله اللي هنتكلم عنه في المحاضرة اللي جاية. طيب بالمنظر ده كده هتكون خلصت كله، مش هتبقى لها غير دايمنشن هنتكلم عنها المحاضرة الجاية، وكده تكون خلصت محاضرة النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.